السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بسلامي السنة الثالثة إعدادي. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أشرح درس الحساب المثلثي. في الحساب المثلثي دائما نشتغل في مثلث قائم الزاوية. إذا ناخذ المثلث ديالنا ABC، فالمثلث عندنا واحد الزاوية قائمة اللي هي BAC، وعندنا زاويتان حادتان. الضلع المقابل للزاوية القائمة يسمى بالوتر. اذا ملي كنقولوا الزاويه ABC فهي فنقصد بها الحيز المحصور بين نصفي المستقيم BA وBC، تسمى كذلك الزاويه CBA، يعني نفس المعنى. زاويه حاده يكون قياسها محصورا بين الصفر و 90 درجه. جيب زاوية حادة أو سينوس. إذن إلا خدينا الزاوية ABC أو سينوس ديال ABC يساوي ماذا؟ يساوي خارج طول الضلع المقابل للزاوية ABC على طول الوتر. إذن الزاوية ديالنا ABC هي هذه، هاد الزاوية المحصورة بين نصفي المستقيم BA و BC. إذن بالنسبة للضلع المحاذي أو للضلع المقابل عفوا هو AC على الضلع على الوتر. إذن الضلع المقابل تيطل في الزاوية، إذن هاد الزاوية الضلع اللي تقابلها هو AC، إذن AC على الضلع على الوتر على BC. جيب تمام زاوية حادة أو الكوسينوس. ناخد مثلا الزاوية ABC، إذن جيب تمام زاوية حادة ABC يساوي ماذا؟ يساوي طول الضلع المحاذي على طول الوتر. إذن المحاذي على الوتر، إذن نفس الزاوية فقط دابا سنأخذ الضلع المحاذي. إذن الزاوية ABC الضلع اللي محاذي لها هو AB على الوتر دائما، إذن AB على الوتر اللي هو BC. ضلع الزاوية، ضلع الزاوية ترمزوا ليه بالرمز تانجونت أو تانجونت بهذا الشكل هذا تي جي تي أن ولا تي جي. إذن ضلع زاوية حادة نشتغلو دائما على ABC، يعني تانجونت ABC يساوي طول الضلع المقابل على طول الضلع المحاذي. إذن المقابل على المحاذي، أي المقابل هو AC والمحاذي هو AB. إذن دائما حفظوا في الترتيب هذا، سين كوس تانجونت، سين تساوي المقابل على الوتر، والكوس يساوي المحاذي على الوتر، والتانجونت ما كنستعملوش الوتر، يعني المقابل على المحاذي، طول الضلع المقابل على طول الضلع المحاذي. هادو خصو يضبطو مزيان. ندوزو دابا لمجموعة من الخاصيات. إذا مهما كان ألفا قياس زاوية حادة، القياس زاوية حادة ترمزو ليه بألفا، أحيانا ترمزو ليه بيتا، غاما، إكس، إكريك، يعني هادي رموز لزاوية حادة، لقياس زاوية حادة. إذا فألفا محصور بين الصفر و 90 درجة لأنه قياس زاوية حادة. فإن الكوسينوس ديال ألفا محصور بين صفر وواحد، إذن زاوية حادة ناخد مثلا 30، فسينوس ديال 30 سيكون دائما محصورا بين الصفر وواحد. نفس الشيء بالنسبة للكوسينوس، إذن الكوس ديال 30 دائما محصور بين صفر وواحد، إذن كوس أي زاوية حادة محصور بين الصفر واحد.
العلاقة الموالية هي ديال الكوس كاري ألفا زائد سين كاري ألفا تساوي واحد. إذن إلا كانت عندنا واحد الزاوية حادة مثلا 30، فالكوس كاري ديال 30 زائد سين كاري ديال 30 تساوي واحد. ملي كنقولو الكوس كاري ديال 30 راه يمكن لي نكتبها بهذا الشكل، هذا الكوس ديال 30 الكل أس اثنان، فالكاري ديال الكوس ماشي ديال 30 تساوي الكوس ديال 30 مضروبة في الكوس ديال 30. إذن الكتابات لها نفس المعنى. آخر علاقة في هذه الخصائص هي الطنجونت ديال ألفا تساوي سينوس ديال ألفا على الكوس ديال ألفا. مثلا طنجونت ديال 30 فراها تساوي سينوس ديال 30 على الكوس ديال 30. يعني هنا مثلا إلا كنا عارفين طنجونت والكوس يمكن لي نلقى بسهولة الكوس السينوس، يعني إلا كنت عارف قيمتين كنلقى القيمة الثالثة. الخاصية الموالية ألفا زائد بيتا تساوي 90، أي إلا كان عندنا واحد الزاويتان متتمتان. ما معنى زاويتان متتمتان؟ أي المجموع القياس ديالهم يساوي 90 درجة، هادو تيتسماو زاويتان متتمتان ماشي متكاملتان، لأن متكاملتان المجموع القياس ديالهم يساوي 180 درجة. فالكوس ألفا كيساوي سين بيتا. إذا ناخدو مثلا الزاوية 30 والزاوية 60، هادو زاويتان متتمتان لأن المجموع القياس ديالهم يساوي 90 درجة. إذا فالكوس ديال 30 راه تساوي سينوس ديال 60، وكذلك سينوس ديال 30 راه تساوي الكوس ديال 60، وكذلك الطنجونت عندنا ألفا كيساوي واحد على طنجونت بيتا، أي طنجونت 30 يساوي واحد على طنجونت ديال 60. إذن هذه أهم الخاصيات ديال درس الحساب المثلثي، هي خاصيات بسيطة فقط كتحتاج شوية ديال التطبيق وكل شيء غادي يكون مفهوم. إذن تابعونا في مجموعة من الفيديوهات اللاحقة إن شاء الله، واللي غادي نشتغلوا على مجموعة من التمارين حول درس الحساب المثلثي. إذن السلام عليكم ورحمة الله.